السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي الأوفياء، أتمنى أنكم إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وأحوال طيبة وراحة بال تامة. ومرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكل من انضم إلى هذه الأسرة وهذا البيت المتواضع، قناة اقتراحات سعاد تحييكم، وإن شاء الله بكم تكبر باهتمامكم وبتفاعلكم وبتعاليقكم المحفزة والتي دائما أكون في انتظارها. التمارين الرياضية، الزراعة وأنشطتها المختلفة طريقة ممتعة وسهلة لدمج التمارين الرياضية مع الروتين اليومي للبالغين والأطفال. فعادة ما يستمتع الطفل بالعمل في التربة والتعلم من النباتات وهو يقوم بالتمارين من غير أن يلاحظها، من خلال الحفر أو نقل التربة أو ري النباتات في ضوء الشمس والهواء الطلق. وتعد الزراعة من أقدم الأنشطة البشرية على الإطلاق، ورغم أنها بدأت كضرورة من ضروريات الحياة لتأمين الطعام، لكن الحدائق والغابات والحقول لم تكن مجرد أماكن لزراعة النباتات فقط، بل فسحة للبشر للاسترخاء والتركيز والتواصل مع الطبيعة ومع الآخرين. أما اليوم فقد أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أن الزراعة وأعمال البستنة يمكن أن تعزز الصحة النفسية وتدعمها وتساعد الإنسان في مختلف جوانب حياته. الفوائد النفسية للزراعة والبستنة، حيث يعد التفاعل مع الطبيعة أمرا ضروريا لتعزيز المشاعر البشرية ودعمها، ويمكن للزراعة وأعمال البستنة أن تحقق هذا التفاعل الهام بين الإنسان والطبيعة، حيث تدعم الزراعة الصحة النفسية من خلال تحسين المزاج، حيث يشعر البشر عموما بالسعادة والتفاؤل عندما يكون في محيط طبيعي مليء بالنباتات. أظهر استبيان تم إجراؤه في 4 مستشفيات في منطقة خليج سان فرانسيسكو أن حوالي 79% من المرضى شعروا بأنهم أكثر استرخاء وهدوءا، و 19% شعروا بالإيجابية، و 25% شعروا بالانتعاش والقوة بعد قضاء بعض الوقت في حديقة عامة. تثير الأزهار أيضا مشاعر إيجابية، فعلى سبيل المثال وجدت دراسة أجريت عام 2005 أن النساء اللاتي تلقين زهورا شعرن بمزاج أكثر إيجابية لمدة 3 أيام، وأفاد المرضى المسنون الذين تلقوا الزهور أنهم أحسوا بمزاجية أكثر إشراقا وتحسنت الذاكرة طويلة الأمد لديهم. قد يحتاج الشخص فقط إلى وضع النباتات على حافة النافذة في المنزل لتساعده على خلق بيئة أكثر هدوءا، إلا أنه من الممكن زيادة الشعور بالسعادة من خلال أعمال البستنة. فالبستنة تذكرنا بارتباطنا بالطبيعة وتساعدنا على التركيز والاسترخاء والتخفيف أعراض الاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبستنة أن تجعل الدماغ يطلق هرمونات هامة مثل السيروتونين والدوبامين. وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2007 أن العمل مع التربة يجعل المرء أكثر سعادة، لأن هناك العديد من المواد في التربة تساهم في زيادة السيروتونين، والذي يساعد بدوره على تحسين المزاج وتقليل القلق. فإن النظر إلى النباتات والتعامل معها سواء داخل أو خارج المنزل يعتبر نشاطا يساعد
في تقليل مستويات القلق ويشجع على عيش اللحظة الحالية بهدوء ويلفت انتباه الحواس. وقد أجرت مجلة فيزيولوجيكال أنثروبولوجي دراسة على مجموعتين من المشتركين يعملون في شركة معينة. الأولى قامت بمهام العمل على الكمبيوتر في المكتب، أما الثانية فقد أقامت بزراعة نباتات داخل الشركة. وبعد الانتهاء من المهام تبادلت المجموعتين الأدوار، فوجد الباحثون أن المشاركين شعروا براحة أكبر واسترخاء بعد زراعة النباتات بدلا من القيام بمهام الكمبيوتر. وخلصت الدراسة أنه من الممكن أن يقلل الفرد من الضغط والتوتر النفسي عبر التفاعل مع النباتات. وقد قارنت دراسة أخرى نشرت في مجلة هيلت فيزيولوجي بين تأثير البستنة الخارجية والقراءة في الأماكن المغلقة، وأظهرت الدراسة أن كل من القراءة والبستنة يخفضان من مستويات الكورتيزول، إلا أن البستنة خفضت بشكل ملحوظ من مستويات التوتر وجعلت المشاركين يشعرون بمزاج إيجابي أكبر. فالزراعة وأعمال البستنة تقوي الانتباه وتشد الحواس، مما يساعد على التركيز والتعلم. فعلى سبيل المثال، بحثت الدراسة في المجلة الأمريكية للصحة العامة على مدى تأثير الأماكن الخضراء في الطبيعة على الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. ووجد الباحثون أن النشاطات التي تم تنفيذها في الأماكن الخضراء قللت بشكل كبير من أعراض هذا الاضطراب مقارنة بالأماكن الأخرى. كما تساعد البستنة الأطفال في التحصيل الأكاديمي من خلال تأثير أنشطة البستنة على النشاط العلمي للطفل. وقد سجل الطلاب الذين مارسوا البستنة درجات أعلى بكثير في اختبارات التحصيل العلمي من الطلاب الذين درسوا العلوم في الفصول الدراسية التقليدية. وكما نعلم أن تدني احترام الذات هو حالة شائعة بين المراهقين والشباب، ومن الطبيعي أن يقارن المراهقين أنفسهم بالآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن للأطفال والشباب الاستفادة من فترات راحة من التكنولوجيا وغيرها، والبستنة هي إحدى الطرق لذو الإثارة حول التواصل مع الطبيعة والعالم الخارجي. عندما يعتني الأطفال بالنباتات ويشاهدونها تنمو ويلاحظون التحولات التي تطرأ على النباتات، قد يساعدهم هذا على فهم التغيرات التي تطرأ على أجسادهم خلال مرحلة البلوغ. ويمكن للبستنة أن تساعد الأطفال على التعايش مع مشاكلهم النفسية والجسدية من خلال مساهمتهم بالمجتمع بطريقة مفعمة بالمحبة والاهتمام. فالزراعة هي إحدى طرق اكتساب الشعور بقيمة الذات بغض النظر على الضغوط الاجتماعية. أخيرا، يستطيع الأطفال الاستمتاع بمذاق الخضار التي زرعوها أو رؤية الزهور. فكل الفوائد التي نجنيها من الزراعة والبستنة وكذلك النتائج التي نحصل عليها، فإنها نفسها تكمن في تربية بعض المواشي أو الدواجن وبعض الطيور. فجميع هذه الممارسات تصب في تقوية التركيز وتكوين الشخصية لدى الصغار والأطفال، وكذلك الراحة النفسية والاسترخاء لدى الكبار. على المشاهدة، وشكرا لكم دائما على وفائكم. فبكم ومعاكم إن شاء الله تكبر القناة. لا تنسوناش أعزائي من تعليقاتكم المحفزة وبصماتكم المشجعة. شكرا لكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبقوا معايا إلى آخر الفيديو. شكرا لكم.